ولكني أحذر غاية التحذير ولا سيما النساء من أن تكون هذه المحبة في الله محبة مع الله، لأن بعض الناس يغرم بمحبة أخيه في الله أو تغرم المرأة بمحبة أختها في الله حتى تكون محبة هذا الإنسان في قلبها أو في قلب الرجل أشد من محبة الله، لأنه يكون دائما هو الذي في قلبه وهو الذي على ذكره، إن نام نام على ذكره وإن استيقظ استيقظ على ذكره وإن ذهب أو رجع فهو على ذكره، فينسي ذكره ذكر الله عز وجل، وهذا شرك في المحبة. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفعلا تحصل الشكوى من هذا الأمر، أن تحب المرأة زميلتها أو معلمتها محبة شديدة تستولي على قلبها وفكرها وعقلها حتى تكون هي التي على بالها دائما وتنسى بذكرها ذكر الله، وهذا خطأ وخطر. والواجب على المرء إذا وقع في هذا الداء أن يحاول الدواء ما استطاع، ولكن كيف الدواء وقد وصلت الحال إلى هذه المنزلة؟ الدواء أن يذكر أولا أن محبة الله تعالى فوق كل شيء، ويصرف قلبه لمحبة الله، ومما يقوي محبة الله في قلب العبد دوام ذكر الله وكثرة قراءة القرآن وكثرة الأعمال الصالحة والإعراض عن شهوات النفس وهوى النفس. ثانيا أن يبتعد بعض الشيء عن هذا الذي وقع في قلبه محبته إلى هذه المنزلة، يبتعد عنه بعض الشيء ويتلهى بأمر آخر، فإن لم ينفع فليجتنبه نهائيا، يقطع الصلة بينه وبينه حتى يهدأ هذا الحب وتزول هذه الحرارة وتسكن، ثم يعود إلى محبته المحبة العادية. ومن أجل كثرة الشكوى من هذا أحببت أن أنبه عليه أن لا تكون المحبة في الله ترتقي إلى أن تكون محبة مع الله، لأن هذا نوع من الشرك في المحبة.